هو في شيء وايد مهم في الاستثمارات قبل الأرباح، الشراكة. التقييم ممتاز بحيث أنه نهيئك لجولات ثانية أكبر بمراحل متقدمة إن شاء الله على العالم. حاول أنك تركز على التكنولوجيا، سواء من ناحية ساس، سواء من ناحية ماركت بليس، وابعد عن هيديك الأوبريشن. ليش تعتبر روحك شركة تك؟ مستحيل أنك ترضينا كلنا جميعا. ما أتوقع أدخل as an investor لو كان موضوع ربح. لا، إحنا نبي أرباح. اليوم قاعدة تشوف أرقامك وايد مختلفة من قبل، هاي بتعطي مجال حق أكثر مستثمرين بيدخلون معك. أنا مستعد أستثمر $50,000 ب$100,000 $250,000.